最後の最後まで諦めない。エースストライカー、この俺が張らせてもらう。トルネードシュートは空中でも使えるんだ。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في محطة ويس. كيف حالكم يا أعزائي الكرام؟ إن شاء الله كبعد تمام الصحة والعافية. بولكان لا، وين بولكان؟ كبير يا بولكان. كيف حالكم يا أعزائي الكرام؟ إن شاء الله كبعد تمام الصحة والعافية. عند اليوم مين الفست اللي ما حد توقعه؟ ريوما هينو. تماما يعني ما كان في الحسبان ابدا انه يكون ريوما هنا. وجانا ريوما بنسختها الزرقاء الخرافيه والجباره جدا، دريم فيست فيرجن 2.0. فنروح للعبه الارجوانيه ونشوف لعبنا الجديد بنسختها النوادي، يعني طبعا بنادي اللاتيني بيونس ارياس. ف نادي لاتيني، يلا نشوف اخينا الظريف ريوما هنا. طبعا اليوم هنا طاقتها جدا عالية، عندنا 7144، الدرب عندنا 8699، الشوت 8499، والباس 7892، يعتبرون كلهم عاليين للمهاجمين. التاك عندنا 7962، بلوك وانترسبت 6090 و6690، كويسين جدا. السبيد عنده 6690، ممتاز جدا له. والباور عنده 9576، دائما معروف بالباور الشديد هنا. عند التكنيك 7246، واهم حاجه هو عنده جود بالكرات العاليه، جيد، فهذا معناته انه يعطيه 12.5% زياده للكرات العاليه. اللي عنده التيم سكيل حقته 15% للاعيبه غير يابانيين، حاليا يخدم. عنده الفول بودي ستاند 20%، فيزيد جميع المومنتمات اللي نشوفها 20%. عنده 480 كرة عالية، طبعا على الجيد يطلع مرة خرافية. 480 جامبينج دبل سبيد دبل سبين تورنيدو شوت، وعنده دبل سبيد دبل سبين تورنيدو شوت، ياكل الدبلات. عنده 475 شوت أرضية، وعنده سبيد دبل سبيد تورنيدو دربل 315. بالنسبة للهدانات حقتها، عنده بوند إذا عندك ثلاثة وأكثر أزرق داخل الملعب يعطي جميع 2%، وإذا عندك ثلاثة وأكثر لعيبة اللي هم نوادي أزرق داخل الملعب يعطي جميع 1%، يعني مجموع بونداته هي 3%، وداخل منطقة الجزاء يزيد 10% لجميع طاقاته، يحميه 2 من حذف المهارات. وعنده بعد استمنة كثير المدافعين 15%، وهذه مرة مهمة جدا. الناس أو المهاجمين اللي يعتمدون على الكرات العالية، طبعا لازم أنك ترفعها خلف المدافعين عشان تاخذ راحتك. بعض الأحيان ما تقدر ترفعها من خلف المدافع، يكون مدافع قلق ولا عندك يعني الموقف مو كويس، ولكن الاستمنة حق المدافع من نصف إلى ربع. يعني لو تواجه فيه اليوم هنا بالكرات العالية أو منخفضة، بالعربي ما عنده استمنة كافية إنه يسوي أي حركة، فيمديك إنك حتى بعد تروح وتشوت على راحتك. فلازم الناس تعمل الاستمنة كيلر ديفنس للمدافعين بشكل مرة ممتاز. أنا شخصيا يعني بداية المباراة على طول أرفع لهنا وخلي المدافع يستعمل حقه البلوك، وتشوف اكثر من نص طاقه راحت، وكذا اقول السلام عليكم، بس بلوك واحد بلوك واحده، ومدافع يكون ما منه فائده تماما، لا الاول ولا الثاني. فهذه صراحه البندت حقتها مره ممتازه ومره يعني مناسبه لقوتها وحقتها، حتى بعد قوه طاقه حقتها. بالنسبه للكره العاليه هي تعد من اقوى الحركات العاليه، في مره قرب بينها وبين هاس. تمام، اول شوت عاليه هنا اقوى من يس، نعم اقولها، هو اقوى من مارجس الدريم فيست الاخير، حتى مع الشوت حقته 485 حقت اللي مع شنايدر، يظل ريوما هنا اول شوت اقوى، ولكن ثاني شوت طبعا يكون مارجس اقوى في هذه الناحيه. فلازم تستفيد من هنا انها تكون اول شوت، يعني تضمن انك تدخل، تضمن انها يعني تروح الحارس ولا مدافع يصدها. مثل الحركات حقتها طبعا عندها حركه عاليه وعندها ارضيه، مهم جدا تعطيه حركه منخفضه، وتعطي الدربل موجوده في الشوب ممتاز، ثاني افضل دربل عنده اللي هي دبل سبيد تورنيد دربل لكنها اس. وعطى بعد انترسبت، مهم تعطي انترسبت لان كثير من الافرقه عندهم حين اوتو انترسبت، فلازم تعطي انترسبت للمهاجمين ولكل اللاعبين عشان يعني عندك فرصه عشان تفعل اوتو انترسبت. اذا ما عندك اوتو انترسبت ما يفرق صراحه وش تعطي من حركات، لان هنا ما عندي حركات كثيره. بس اذا انت ما عندك اوتو انترسبت الفريق، فانا ارجح انك تعطيه مناوله حقه الاي افضل من انترسبت، لان اذا مثلا مسكت الكوره ولا شيء ولا ما بدك تشوت، اقل بدك ترفعها للمهاجم الاخر
وبكذا يعني نستفيد من اللاعب هذا. لاعب خرافي، لاعب جبار جدا. طبعا الكسر حقه هو دربل شوت سبيد باور. اذا جبت له طبعا شو اسمه باوندري فاعطى بعد باس وتكنيك وانترسبت وتاكل بعد اذا عندك باوندري كامل. طبعا البلوك ما راح يفيده ابدا. هذا هنا لاعب جبار، مهاجم من العيار الاول بصراحه. انا اعطيه مهاجم من العيار الاول، ومهم جدا يكون فريقك، وهو مكمل ممتاز للنوادي الازرق، واللي حاليا من اقوى المتا الموجوده حاليا هو النوادي الازرق. فهذا تحليلنا بكل بساطه. اليوم هنا شيء جبار. فاعطيكم العافيه شباب، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من محطه تويس.